أما بعد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إن شاء الله أن الحديث هذا فيه تحفيز لمن فرط في شهر رمضان بقيام الليل أو قراءة القرآن أو الصدقة أو غيرها من الأمور. نقول أبشر، الخير ما فاتك إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر حسنة بعشرة أمثالها. رمضان 30 يوم ب300 حسنة، وست أيام ب300 بعشرة تطلع يطلع الناتج 360، وهذه عدد أيام السنة 360، فكان كصيام الدهر. فعلى الإنسان أيها الأحبة أن يغتنم هذه الفرصة، وهذه الفرص أيها الأحبة إنما هي مواسم جعلها الله عز وجل لنا. لماذا؟ لأجل أن ننافس بها الأمم الماضية. الأمم الماضية كم عاشوا من السنين؟ منهم من عاش 1500 سنة، ومنهم من عاش 2000 سنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي يوم القيامة أول الأمم تدخل الجنة. كيف أمة محمد صلى الله عليه وسلم أول الأمم تدخل الجنة، وهناك من الأمم من عاش 1500 سنة و2000 سنة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعمارهم ما بين 60 و70، وقليل منهم من يتجاوز ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل لنا مواسم ننافس بها الأمم الماضيات، ومن هذه المواسم الست من شوال، صيامها مع رمضان كصيام الدهر. وأيضا ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي خير من 83 سنة. فإن أدركت ليلة القدر مرات كأنك عملت عمل رجل عاش 83 سنة، أدركتها 10 مرات عملت عمل رجل عاش 830 سنة. فعلى الإنسان والأحبة أن يغتنم هذه الفرص العظيمة التي جعلها الله عز وجل لنا لأجل أن ننافس بها يوم الماضي. ختاما أيها الأحبة، فيه طرفة حبيت أني أذكرها، وهي حصلت لبعض أخويانا. طبعا أخويانا أربعة ملتزمين، وطب عليهم واحد توه ملتزم، وجودهم يروحون لمكة، يروحون عمرة لمكة، فراحوا هم هالخمسة معهم الملتزم الجديد، حديث عهد بالإسلام، توه التزم ولا يدري أي حاجة. وحنا مرضي نطوع، إذا طوع اليوم وباتر يصير ابن باس ما شاء الله عليه، يقول يجوز، هذا حرام وهذا حلال وهذا كذا على طول عنده. فيوم راحوا المكة وجلسوا بمكة، طافوا وسعوا، جو عند بئر زمزم. ويوم جو عند بئر زمزم، جو واحد واخذ بئر زمزم ووزع عليهم، قال: يا اخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له. هنطوع الجديد يفتح فمه ما يدري وش السالفه. ماء زمزم لما شرب له، اول مره يسمع هذا الحديث هذا، توه مطول. فاخذ واحد الاول، قال: اللهم اجعله لي شفاء من كل داء. والثاني: اللهم اجعله لي شفاء من المرض الفلاني. والثالث: اللهم اجعله لي من المرض الفلاني. هو ما يدري وش يقول. اخذ الماء وهو يتسمع المطاوعه يدعون بينه وبين الله، ما يدري وش يقولون. قال: يلا يا رب تجعل لي 100%. وهو يسلم. وسلمتكم الله هذه المشاركه اللي حبيت اشارك فيها، واشكر شاعرنا الشاعر عايد الغيانه ورده، والشاعر الاعلامي ابو بسام سالم حمدان الصلاحي. وودي والله انكم تدعون الخوينا بسام، ولد ابو بسام سالم خوينا، ابشرك من الله الحمد لله شافاه وعافاه وبدا يعرف اللي حوله الحمد لله. فودنا والله انكم تستمرون بالدعاء له، ان الله يقومه مثل ما كان. اسال الله عز وجل ان يوفقنا بفعل الخيرات وترك المنكرات، سامحوني على الاطاله، هذا والله اعلم واحكم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. الله يجزاك خير شيخنا احمد، الله يجزاك خير، جزاك الله خير، جزاكم الله خير جميعا.